السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتقابل مرة تانية في فيديو من فيديوهات وظائف أعضاء النبات، بنتكلم على كيفية استخلاص أصباغ النبات المسؤولة عن عملية البناء الضوئي، وهنعرفها إزاي. الكلام ده هيتم من غير معمل، من خلال معمل افتراضي، بحيث إن احنا نجرب بنفسنا ونشوف التجربة ونتعرف على الأصباغ اللي موجودة. يلا بينا نروح على المعمل. يلا بينا. آدي المعمل الافتراضي قدامنا هنا، أعطيني مجموعة من النباتات. آدي أول نبات احنا طحناه وخدنا الاكستراكت او المستخلص بتاعه وحطيناه في الانبوبة دي اللي هي ورق الترشيح، وحطينا هنا نقط صغيرة عند العلامة اللي هنا، والمحلول بتاعنا اللي موجود هنا اللي هو الايثر والاسيتون، تركيبة من الايثر والاسيتون. اعطيني برضو مجموعة من التركيبات اهو بالشكل ده. ولو انا قلت انا عايز اشوف السكيل، خلاص بقول له ستارت. اهو السائل طبعا اللي موجود عندي اللي هو السائل العضوي ده الكحول، بيبتدي يتشرب في ورق الترشيح وياخد معاه الصبغات، ويبتدي كل فترة الاقي في صبغة بتقف، اللي هي الصبغة التقيلة. الصبغات الخفيفة او الصغيرة اللي هي الموليكولار ويت بتاعها صغير هتبقى فوق، لانها سهل انها تتشال. تمام. طبعا لو انا ضغطت هنا بالشكل ده كده، ادي الانبوبة عندي بالمنظر ده كده، فبيقول لي ايدنتيفاي ذيس باند، الباند دي ايه حكايتها؟ طب لو انا عايز مساعدة بشوف المسطرة وكمان بشوف التشارت بتاعي، يعني دي لونها اخضر، اللون الاخضر اللي موجود عندي فين؟ دارك جرين، اخضر غامق، يبقى معنى كده دي بتبقى عند بوينت 22 اللي هو العلامة بتاعتنا او القراية بتاعتنا يعني. طيب يبقى ده دارك جرين، يبقى اذا الصبغة بتاعتي دي عبارة عن كلوروفيل بي. هنشوف مظبوط، ادي كلوروفيل بي. طيب اعمل ريسيت التجربة، هنجرب مرة تانية، وبعد كده بقى اسيب حضراتكم واسيب الرابط تحت الفيديو، جربوا زي ما انتم عايزين. عفوا. بناخد نبات تاني بالشكل ده، وبناخد الايثر اسيتون، وبقول له الستارت، بيبتدي يسحب الصبغة وبيطلع في تشرب خلال ورق الترشيح، ويبتدي يفصل مكونات الاصباغ المختلفة. طبعا ده نبات اخر ومحلول الفصل محلول مختلف، ففصل لي بالشكل ده كده اهو، لسه عمال يفصل اهو، بسيبه لغايه لما قرب النهايه كده، بيقول لي خلاص وصلنا. بنضغط على الانبوبه بالشكل ده وبقول له شوف السكيل، واقول له قول التشارت. هو عايزني اعرف الاخضر الفاتح ده اللي هو اللايت جرين، خلاص يبقى ده كلوروفيل A. كلوروفيل A انا اعتقادي كده كلوروفيل A مظبوط. طب لو انا كنت اخترت حاجه تانية كاروتين، بيقول لي غلط اهو، اجابه خاطئه بالشكل ده كده. يبقى اذا هنا بيساعدني ان يقول لي لا الاجابه بتاعتك صح ولا غلط، يبقى في عندي نباتين، عندي محاولتين، واقدر اجرب زي ما انا عايز. وطبعا كل ما هعيد بيختار لي واحده منهم ان اقدر اعرف. طبعا ده ممكن بيتعمل بقى الكلام ده بيتعمل في المعمل، لان التجربه بسيطه خلال ورق الترشيح والايثانول او الكحول والاسيتون، وبناخد الاصباغ بالشكل ده كده، بناخد الاطوال بتاعتها وبنعوض في بنحسب الريت اوف ديفيوجن ار اف اللي هو الريت اوف ديفيوجن، ده بيتحسب بطريقه معينه في قانون بسيط خالص، وبنقدر نتعرف عليه. بس طبعا عشان التعرف عليه لازم بيكون معانا جدول زي ده عشان نبقى عارفين الار اف فاليو بتاعه الاصباغ المختلفه. يعني دي فيها جداول، الجداول بتقول لي ان الكاروتين ده لونه ايه والار اف بتاعته ايه، بس بشرط الار اف دي بتختلف من محلول لمحلول، يعني لو انا هستخدم الكحول غير الاسيتون غير كذا غير كذا، يبقى الجداول دي بتبقى موجوده في المعامل. يبقى لما اجي اعمل التجربه بتاعتي انا عارف انا مستخدم انهي سولفنت، انهي مذيب، وورق الترشيح بتاعي، واروح ابص في الجداول دي فبقدر اتعرف على كده. ده طبعا دي طريقه بسيطه، لكن دلوقتي كلها طرق بقى ديجيتال كلها، فالامر بيكون اسهل وابسط يعني. إن كنت أحسنت ووفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا رياء أو سمعة أو كبر يا رب إن شاء الله. وإلى أن نلتقي في فيديو جديد بسيط مبسط من تبسيط العلوم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش إن الرابط بتاع المعمل الافتراضي بيكون في الوصف تحت الفيديو بمشيئة الله. السلام عليكم.